فعلا جاي ما عندك شغل. ايه الفعاليات اللي كنت تحب تحضرها من المهرجان في نسخته التانية؟ يعني طبعا كان نفسي طبعا ابقى، يعني انا بحضر الحفلات بس كان نفسي، انا طبعا بحب احضر الحفلات بس طبعا يعني ببقى انت نفسي ان انا بتحضرها احضر بس مش الحفله، بتحضرها قوي. يعني ببقى حاضرها بس انا ببقى شغال، يعني ببقى جزء منه تركيز في الشغل وتفاصيل وبتاع، اتحرك طول الوقت بتاع، فببقى نفسي كده اللي هو ايه، تستمتع. انا نفسي اجي اتفرج على الحفله كده من غير اي حاجه يعني. ف دي من الحاجات اللي انا كنت احب ان انا لو موجود اجي اتفرج عليها، والحاجات الرياضيه يعني انا دايما بحب الفعاليات الرياضيه جدا يعني. انت قلت لي كمان رالي العربيات كان من رالي الحاجات اللي العربيات انا شدتك كنت قوي. يعني طبعا احنا شغالين عليه وبنحضر له و ظبطت كرو التفاصيل بتاعتنا واتكلمنا في كل التفاصيل والتخطيط فيه، كل حاجه هتتعمل ازاي وتتنظم ازاي، فبروح طبعا انا لازم ابقى موجود في الايفنت وهو شغال ومركز فيه وبتاع، بس انا طبعا السنه اللي فاتت ما شفتوش يعني، السنه اللي فاتت كنت مختص بس بالحفلات، تصوير الحفلات، فالسنه دي كان لينا النصيب ان احنا نبقى في شغل اكتر في فعاليات وكده، فروحت شفت الايفنت، ايه ده يعني، حاجه حلوه جدا يعني، حاجه الواحد مبسوط فيها لدرجه ان يعني الايفنت ده اصلا من الايفنت الطويله اللي انا اشتغلتها، يعني قاعدين بنشتغل من الساعه 7 مساء. بالليل لحد الساعه 4 الفجر، طويل 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 ايفنت قوي. جدا، بس انت ما يعني برغم الشغل والتعب فيه بس انت مبسوطه، شايفه ايفنت حلو، ايفنت حلو يعني، ناس كتير كانوا موجودين معانا كانوا جايين ان هم بس يعني بيشاركونا كده في تفاصيل معينه بنحضر لشغل اللي جاي، بصوا شافوا الايفنت وهو شغال الصوره، لا فضلوا قاعدين كملوا. كملوا معانا لحد هي فعلا كانت من الايفنتس الحلوه جدا. يعني كان الرالي السيارات اللي هو الدريفتس والعادي يعني، والسيارات الكهربائيه برضو كانت من الايفنتس الحلوه قوي ايفنت قوي. السيارات الكهربائية، بس ده كان طبعا اللي بيغطيه كان شركة من الشركات المتحده. المتحدة، كان ايفنت برضو كبير جدا تفاصيله كتير، تفاصيله يعني كتير جدا. تفاصيله كتير وعلى مدار وقت كبير، يعني اعتقد كان من الساعة 2 تقريبا لحد الساعة 2 بالليل، يعني 12 ساعة ايفنت شغال، ده يعني ده يكاد يكون في الاول وفي الاخر كصورة ناس بتتفرج عادي، بس كتشغيل وحجم شغل مرعب، كم المعدات اللي شغالة والمولدات والتفاصيل في شغل، ان هو يستوعب المدة دي كلها، لا يعني وان هو يطلع والحمد لله وما يحصلش فيه اي حاجة، موضوع يعني الحاجات دي يعني كتير من الناس بتبقى بتتفرج على ما الايفنت، هو كل لكن الناس تقريبا يعني، لكن بس التفاصيل التفاصيل بتبقى زي ما بقى انت قلت مرعبة. الاوبريشن اللي فيه، لا الموضوع بيبقى بنقعد نفكر يعني، يعني انا عشان خاطر ده الشغل فببقى عارف الشغل ده ازاي كده يعني، ازاي يعني الحمد لله ان احنا ربنا بيكرمنا طبعا، توفيق من عند ربنا ومجهود طبعا زملاء في الشركات المتحدة يعني.